بدافع حب ركوب الخيل وتربيتها منذ الصغر متغلبين على ظروف الحرب، بدأت توأمان محمد وأحمد بتعليم الفروسية لهواة ركوب الخيل ضمن نادي الزعيم الذي افتتحوه قبل شهرين، ناد لاقى إقبالا كبيرا من محبي هذه الرياضة في إدلب على اعتباره الأول من نوعه. يضم النادي 14 من الخيول العربي الأصيل والأجنبي والوطني. هدف النادي هو إعادة إحياء رياضة ركوب الخيل وتعليم الأشبال على هذه الرياضة. مدة كل دورة 3 أشهر، 3 أيام في الأسبوع للأشبال و3 للكبار. لاقى النادي إقبال واسع من إخوان المهجرين في حمص والغوطة وحلب، وهناك بعض من كوادر التدريب من إخوان المهجرين. كسر حاجز الخوف واكتساب حركات بسيطة تجعل الخيل تألفهم، بالإضافة إلى طريقة اعتلاء سرجها وقيادتها، هي مبادئ أساسية يجب أن يتقنها المتدربون هنا قبل مرحلة الانطلاق بالخيل داخل مضمار النادي. أنا جيت لهنا على نادي الفروسي زعيم الفروسي مشان أتعلم ركوب الخيل، والمدرب علمني كيف أركب على الخيل. أول ما جيت كنت أنا أخاف منه، بس هلا صرت أعرف كيف أمشي وأركب عليه وأسرع، وبدي أصير بس أكبر فارس شجاع. يجتهد المتدربون هنا في تعلمهم سعيا منهم للفوز بالمراكز الأولى في سباق الخيل الذي سينظمه النادي في اختتام دورة المتدربين، ليحظوا بفرصة التأهل للمشاركة في سباقات أخرى تجري عادة على مستوى الشمال السوري المحرر. تجربة فريدة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة إدلب، مكنت هواة ركوب الخيل وتعلم الفروسية من ممارسة هوايتهم بعدما كانت حتى سنوات حبيسة الشاشات فقط. من داخل نادي الزعيم لتعليم الفروسية بريف إدلب، منصور صبرا، حلب اليوم.